مرحبا يا حلوين، تتذكروا كيف كتبنا سوا حرف ل؟ بنزل خط عمودي، ببرم وبطلع. اليوم بدنا نكتب ل بس بين السطرين. وقت منكتب ل منبلش بخط عمودي، فإذا ل هو حرف شوي شكله طويل. وقت بدنا نكتب بين السطرين لازم نبلش من السطر اللي فوق، لأنه ل هي بتبلش بخط عمودي. فإذا رح نشوف سوا ل بين السطرين. بلش من الزيح اللي فوق، بنزل خط عمودي للسطر اللي تحت، بدق بالسطر اللي تحت، ببرم وبطلع وبوقف على السطر اللي فوق. رح نكتبها سوا. وهيك اليوم بيكون كتبنا ل اللي ما بتمسك بين السطرين.